السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هعمل ريفيو عن مشترياتي من عبد الصمد القرشي، وهي الزيوت العطرية. الأول حاجة جبتها هي خلطة هالة ديسمبر، تاني حاجة المسك الأبيض أو مسك العروس أو مسك الجسم، كلها مسميات لنفس الزيت. تالت حاجة خشب الصندل. اول حاجه هتكلم عليها هنا هي خلطه هالة ديسمبر، وانا الخلطه دي انا بحبها جدا، ريحتها انا بالنسبه لي بستخدمها في الصيف وفي الشتاء، بس هي ريحتها خفيفه بالرغم من ان فيها مكونات خشبيه. المكونات اللي فيها البرجموت، زهور الزنبق، المانجوليا، القرنفل، الفانيليا، خشب الصندل، المسك العنبر والتوت. بالنسبة لي بعد ما بحط الخلطة دي على جسمي، بشم أول حاجة ريحة التوت والبرجموت، وبعديها بفترة بحس بريحة المسك والزهور بتطلع مع لمسة من الفانيليا بس مش قوية. وبعد كده بعد ما الزيت بيتفاعل مع الجسم وحرارته، بحس بريحة الخشب، خشب الصندل، بس ريحة خشب الصندل والعنبر مش قوية لأن المكونات التانية بتخليها خفيفة. المشكلة في الخلطة دي ان هي مش قوية بالرغم من ان فيها خشب صندل وعنبر، مش قوية بمعنى ان مش ما تقدرش تشميها على نفسك، ومحتاجة تحطي منها كل فترة لو عاوزة تجددي الريحة. تاني حاجة هنا مسك الجسم، ده ريحته ريحة نظافة، يعني ريحة نظافة، ريحة بيبي باودر. وبرضو مشكلته ان هو برضو ريحته مش قوية بالرغم من ان يعني انا كان جايلي الهدية المسك برضو، ده نفس الحاجة مسك الجسم، بس الهدية اللي جات لي دي كان الريحة فيها قوية، يعني انا كنت احطه ورا وداني كنت الريحة بشمها وبتقعد. انتوا لو تشوفوا هنا السائل المسك هنا تقيل غير ده، فهو للأسف مسك الجسم هنا عنده مش قوي، وهتحتاجي تحط منه بعد فترة تاني عشان الريحة مش قوية. تالت حاجة هنا خشب الصندل، أول ما بتحطيه ريحته بتشمي ريحة خشب صندل قوية، بعد ما بيهدى على الجسم او يتفاعل مع الجسم بيبقى فيه ريحة ورد بس خفيفة جدا بس ريحة الخشب الصندل هي يعني طاغية على الخلطة دي. الخلطة دي حلوة بعد ما بالنسبة لي انا على الاقل بعد ما يعني تقعد على الجسم، مش اول ما بتتحط بتبقى شوية قوية. الخلطة دي بتاعت الصندل هي خلطة حلوة انك تقدري تخلطيها مع زيوت تانية وتعملي ميكس تاني او منتج تالت، فهو يعني كويس في الخلط. وطبعا حبيباتي انا الزيوت او العطور اللي بتكلم عليها كلها